وإلى الفيديو الذي أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد ألقت مباحث الجيزة القبض على السيدة التي أجبرت طفلها على الوقوف على نافذة شقة للتسلل إلى بلكونة مجاورة، معرضة حياته للخطر بسبب نسيانها المفاتيح داخل مسكنها. وبعد انتشار الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة ببلاغ للنائب العام ضد الأم في الواقع لاتخاذ اللازم بشأنها، فيما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي بتوفير كافة خدمات إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي للطفل لإزالة آثار ما بعد الصدمة التي تعرض لها، كما وجهت بضرورة مناظرة حالة الأم من الناحية النفسية بشكل خاص والأسرة بشكل عام لضمان حمايتهم من الخطر. يمكن سيادة العميد، هو الجديد في الموضوع أن النيابة أفرجت أو مباحث الجيزة أفرجت عن الأم، بس أنا عايزة أخدك للناحية الإنسانية. الأم هي أم الأربع أطفال، هي أم، هي التي تعيل الأربع أطفال، ما كانش في بيتها في الوقت ده غير 10 جنيه. هي فكرت إنها لو جابت حد يكسر الباب على عليهم عشان يفتحوا، هي معهاش غير 10 جنيه، وابنها اللي عنده 13 سنة هو اللي اقترح هذا المقترح. أنا ما بعفيهاش من الخطأ، هو ما فيش مبرر للغلط غير الغلط، ولكن في ظل الظروف الاجتماعية القاسية للأم دي، هل من الممكن أن ينظر لها القضاء والشرطة بعين الرحمة؟ لا شك السبب هو في الأخير ربما تتحرك الجهات بقوة the power of social media، يعني قوة التواصل الاجتماعي. التواصل الاجتماعي زي ما في أشياء جيدة في أشياء غير جيدة، ممكن التواصل الاجتماعي ياخد صورة أو مشهد لأي حد غير مكتمل، فيبتدي تحصل بروباجندا. وفي كل العالم على فكرة، مش في مصر بس، حتى في أمريكا، حتى في أوروبا، يعني قمة يعني تأثير السوشيال ميديا هكذا. لكن في الأخير اللي أنا مؤمن به تماما أن القضاء في الآخر بيحكم بما حوته الأوراق، صحيح، وليس بما حوته يعني الرأي العام أو خلافه. لكن ربما تحت تأثير التواصل الاجتماعي تتحرك، ربما روح القضاء، روح القضاء. لكن في الأخير أنا مؤمن بالقضاء، أنه هو في الأخير لو ما فيش يعني جريمة بدون جرم يعني. لكن اللي احنا عايزين يعني عندنا شيء تراكمي ودائم ومستدام، أن تخصص التضامن الاجتماعي خط ساخن لطفل مثلا بيتعرض لانتهاكات أو ده، يبقى خط، يبقى عشان يبقى عندنا. طب افترضنا السؤال بقى، لو ما كانش حد صور على السوشيال ميديا، ما كانش هيبقى فيه جريمة، ما كانش حد هيعرف. فلا، احنا عايزين سواء يعني يبقى عندنا آلية دائمة مستدامة أن ترصد، يعني تساعد الجميع، سواء عن طريق أنه رصد أو الشخص نفسه يبعت. انا بقول التضامن الاجتماعي وليس بوليس النجدة، يعني عشان التضامن الاجتماعي لو في أسرة ما فيش 10 جنيه تتدخل، ده دور الدولة. لو في يعني ليه ما يبقاش عندنا منفتحين ان في حالة زي دي تطلب التضامن الاجتماعي، تقول لهم انا مقفول الباب ومش معايا فلوس مثلا، فتقوم التضامن الاجتماعي تبعت لها إعانة، تبعت لها ده، ويبقى يعني في صندوق تحيا مصري، في بنود كثيرة، فما نوصلش ان يعني طفل تعرض حياته للخطر عشان يعني ضغط الظروف. ويمكن ناس هم يعني يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، ربما يكونوا هم مش عايزين يمدوا ايديهم لحد عشان يساعدهم، فيكون النتيجة ما حدث وربنا سلم يعني. لكن انا دايما بأميل للحلول الدائمة، وان احنا لما يظهر موضوع زي ده نعرف ان هناك ثغرة لابد من التعامل معها بشكل منهجي.